السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبائي نظر عيني الغالين الطيبين الزينين، اذكروا الله سبحانه وتعالى في البداية. أولا اذكروا الله جل جلاله وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وأنا أحييكم، ابتسم وأنت في الشارجة، يا الله الشارجة، هذا المطبخ الرئيسي. وأنا اليوم الله يعز علام أنا الدولة، والله هذا مطبخنا، أطبق الرئيسي في الشارجة. فأطول الله عمركم، عندي واحد طالب علي يعرفون المكان، حوار يا يقول لك واحد ملاكم عود، ما ادري ملاكم، ما ادري يقول شو قصته، هذا ياكل الدنيا كلها، كل شيء قدامه حي ني مطبوخ في راس الخيمه. اليوم عندهم سابقه، اهلا ومساكم الله بالخير والنور والسعاده. مطبخ حريه، ديايل، ذبيحه، بعير، جمل، وعود، ارنب، غزال، كل ما تطلبونه موجود. خبرة طويلة سنين ما شاء الله. هذا اليوم الحين طالبين علي براس الخيمة، مطالبين من مطبخ الشارجة، جاي واحد يقول لك ملاكم قوي، هذا السلم بياكل. انا كان ودي اسير في المشهد هذا والله، لكن للاسف عندي شغل. هاي يقول السلم بيحطون والراس طالب، بعد شارط علينا السنام والراس، بياكل واحد هذا. يا شو نسمي احنا؟ علينا نطبخ. ها عبد الرحمن؟ نعم. علينا نودي. يلا شدوا حيلكم. شوف العيش. اوه. يلا عاشر. يوم الصينيه تقعد. وين الصينيه؟ شوفوا طريق السنم. تقول فايز. القعود. حط مربطينه بالزعفران. الناموس الناموس اهل راس الخيمه، ها ماخذين انتم البطوله عباره. شوفوا ما. شوفوا الطريقه. شوفوا الترتيب، شوفوا العدل. يلا ابوي يا تعالوا، يلا ابوي ها حطوا، يلا اربع نفر خلي يشيل الصينيه مثل ما قال موقف على امانك ولا عشره من عمالك. ايوه هذا صح. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، سوي الصينيه. يلا يلا لا تستعجلون، شوي شوي ابغي السنن واقف. ايه ما ابغي جلدي جلدي. ها كم واحد من الناس كنا لا تستعجلوا. نعم الله شوف الله طالب. ايه نعم شوي شوي. ايه كل الاثنين هو شقايل بعدين واحد. هلا وسهلا. شوفوا الطريقه، انتم عليكم بالطريقه كيف بعود او الحوار. هي تعطي الناس شيء، ريحه خنينه، ما بلا بس فوروه في ماء وشبوا على كركم ويازم لك. لا تفضل ارجع صدقوني. هذا حق واحد شو اسمه هذا ملاكم كبير، يقول لك اوه ياخذ ودينا راس خيمه. هب ملاكم هذا اللي يطلع من شرط الريال علينا. يا علاء اسمه علاء، يا علاء شارط مع الراس. نعم مع الراس الجمل. يقولوا قايل لهم بياكل الجمل كله حتى الراس. يبوا الراس هالشيء. هاي ما شفتوا هاي خدمة اسم اللي بياكل. هي شو اسم الريال؟ ليفر كينج. هذا اسمه ليفر؟ ليفر كينج. ليفر كينج جاي وطالب مطبخ حرية. انتم شوفوا من يطبخ، شوفوا منو يطلب. ليفر كينج كبره قاعد ودوني عند حرية ويبوا لي بعير او حوار او قعود باكله. هي هذا ليفر فركنك عشان سوي بعد نحن تفضل. هذا طبق السنام وهذا الراس. شوفوا تفضل. شوف شوف شوف
ما سدر راس طالب علينا الكبده. شو سمعني؟ ليفر كينج. ليفر كينج وهاي الكبده بعد حطوا له الكبده. يا هي خدمه شو بياكل؟ حشي وحشي حتى الكبده. هذا كله حد ليفر كينج. ليفر كينج والله حتى الكلاوي طالبها. ايه ما عندي عنده ضيف ضيف عنده ضيف عارف ضيف يعني زار كبير. تفضل شوفوا هذا كله ليفر كينج. هذا كله ليفر كينج يا رب يا ليفر كينج. ما خدمه ولا اجه. ايه ليفر كينج يقول لك هذا ايه كان ما سمي عمري حريه كينج اكل الدنيا كلها. ايوه زي شوفوا خل ما انتوا شوفوا العمل شوفوا منو يطلب حد الحين راح اشيله. الله حظك يا ريفر كينج يا ايه ايه هذا هو هذا شوفوا خلي ياكل الله المستعان. ايه هذا يقول لكم لاكم ياكل التماسيح يا علاء. يدخلون عليه في اليوتيوب يدخلون عليه. ايه اسمه ليفر كينج. صبر علاء من هو شو اسمه؟ اسمه ليفر كينج على اليوتيوب. على اليوتيوب ها؟ ايه. لا يفوتكم. يقول لك لا خلي غيلان ولا حنشان ولا عجارب ولا 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 اللي قدامه الله يرحمني ما بوقف قدامه. لا حول. عاشر يا هلا بالسلابجي الله يرحم علي موسى وغفر له. انتهى عزال البارحة وكل يوم عين شوف يريد ومضروبة والحلا. اليوم قلنا بنغير انا ولوكيشن خبز زرقاد وشاهي حليب. ولوكيشن شو طالب انت؟ خبز زرقاد وبيض ومهياوة. اي نعم. وبعد ما تخبرك بنخزن فيها مهياوة اللي عدنا انا حتى اكل مهياوة. ايه انزل والحمد لله ياسين اول في مطعم الشارع طلعنا القعود طلعنا وحنين المطعم هذا اييبه وهاللي غنوا عليه لقيمات بصحونه ولقيمات بصحونه لقيمات حريه العرب يمدحونه والعرب يمدحونه طالعوا ايش حق صورني ولا اكل يعني عشان مذهب عارف ليش دوخة راس قسم بالله زين خبر متابعينك ابو محمد شو متابعين يدرون بين يوم عندي راح ادور المطابخ انا ما مثل هذه بعض الناس يتريون يومهم دعايه ها ونسوي لا 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 انا ما اتري دعايه ولا اتري هذا لا انا ريال من استويت صاحب شغل وعمل ولا ادور شهره ومهره هاي السوالف ما عندي والحمد لله رب العالمين اصبح في مطبخ وامس في مطعم اي نعم ونعم الله الحمد لله رب العالمين اليوم انا هي شو قال حريه كلامي عدل انتوا يسوي انفسكم انتوا اصحاب الدكاكين والمطاعم والمطابخ والبزنس كلامي في مكان يوم قالوا وقف على مالك ولا عشره من عمالك من فراغ تعاون دهر تحر ما ضحك السوالف لا انت يرب وقف انت على شغلك وطالع وغيب عن شغلك ترى هذا ايه عيبني من اول الله يرحم شيخ حباه طاهره وغفر لك يا رب العالمين العظام الجنة في الشرق يقول كان يدتيه أم أبوي رحمة الله عليه وحبها شباب ما شيء همبرجر ولا شيء ستيك ولا شيء وشيء هالأشياء كلها بيضة فوروها بماي بيضة ولا خبزة وشاي خبزة بقى مالها الخوان قاف يسمونه وشاي والحمد لله رب العالمين لا أربع علاج أهل عيوني دقيقة إن شاء الله من عيننا وراسنا نتشرف بشوفتك اصلا الله يا مرحبا بك ابو محمد هلا عيوني هلا من العراق والله ونعم نعم حاله سبعه نعم الله يسلمك يا هبه يطول لك عيني هسه طيب. صور هالولد الطيب الله يسلمك يا مرحبا اخبارك نورتنا طيب هلا وغلا الله يسلمك هلا بهالعراق تابعك هلا بحبك وتتابعني اموت عليك يا رب يغنوا عليه شايب
باستكانه وشاهي باستكانه كارك حري محلى والله بالشارج مكانه بالشارج مكانه والعشا اليومه شوف 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 هذا العشا هذا لا شكون ولا خفي بيضتين مهياوة وجبن يا رب بالعافية عليكم وين حرية شارع محمد بن زايد طريق تسجيل السيارات هنا نعم مطعم الخفايف مع الحرية صور اللوحة زين